أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامجكم في الصميم. نحن اليوم في ضيافة سماحة السيد مقتدى الصدر دام عزه، ذلك الصوت العراقي المعبر عن وجداني وضميري هذا الشعب في حاضره ومستقبله، وذلك المدافع عن حقوقه الوطنية ووحدته الإسلامية التي هي عزه، والذي يتحمل من خلال هذه المواقف أعباء هذه المسيرة مع تلك الصفوة الخيرة من أبناء هذا الشعب الذين يدافعون عن حاضره ومستقبله ويذودون عنه كل المؤامرات والدسائس التي لا تريد لهذا الشعب الذي سيكون عزا للدنيا في يوم من الأيام الخير. السيد مقتدى الصدر، الحديث معه ذي شعب كثيرة، والسيد مقتدى الصدر عندما تتحدث معه تشعر بتلك العراقية الخالصة التي أسسها السامي الإسلام ومبدأها العراقية وحب الوطن، لأن حب الأوطان من الأبدان. باسمكم أرحب به. أهلا وسهلا سماحة السيد، وشاكرين لك إتاحة هذه الفرصة. سيدنا، يعني لو بدأنا معكم، كيف ينظر سماحة السيد مقتدى الصدر إلى مستقبل العملية السياسية في العراق اليوم، وكيف يقرأ مستقبل العراق في ظل هذه التداعيات كمدخل للحوار معكم؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة عانى العراق ولا زال يعاني من المصاعب والبلاءات، وإن شاء الله كلها تصب في الأطروحة الكاملة ودولة الإمام المهدي سلام الله عليه، لتنهض بهذا المجتمع العراقي والمجتمع المسلم إلى التكامل وإلى الرقي في هذه الدرجات، لكي نصل إلى ما يسعى إليه كل مسلم من تطبيق العدالة ومن تطبيق النهج الصحيح، نهج أئمتنا سلام الله عليهم. فالعراق عندما يمر بمصاعب وبلاءات تكون هناك عقول ذات طابع حق تريد أن تحل هذه المشكلة، ومرة هناك عقول ذات طابع باطل لو صح التعبير تريد حل هذه المشكلة. مهم أن الجميع يريد ويسعى إلى استقرار واستقلال العراق، لكن كل بطريقته. فتصور البعض أن العملية السياسية أو اللعبة السياسية أو ما يسمى بهذه التسميات الحديثة إنها حل لواقع مرير، لواقع الشعب العراقي المرير الذي سيخرجه من الدماء ومن بحر الدماء ومن المفخخات ومن الخوف ومن بحر الظلمات إلى بحر النور. تصوروا أن هذه العملية السياسية هي الحل، لكنها مع شديد الأسف وكسابقاتها لم تكن هي حلا للشعب العراقي، ولا زلنا كما كنا قبل سنة أو سنتين ما بعد سقوط الصنم صدام والهدام، وما زال الشعب العراقي يعاني من نقص الخدمات ومن إراقة الدماء، على الرغم من توالي الحكومات وتوالي المجالس وتوالي الهيئات وتوالي البرلمانات، إلا أن الشعب العراقي باقي على معاناته، وهذا ما يضيق له الصدر وتحزن له العين. لكنها وجود المحتل في أراضينا وبين شعبنا يحول دون استقلال العراق ودون حريته ودون سلامه ودون استقراره ودون توحده أيضا. كلما ما سعينا إلى وحدة الشعب العراقي سعى المحتل إلى تفتيته وتقسيمه بطرق وبحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان، لا في القرآن ولا في السنة ولا في العقل ولا في الإسلام ولا في خارج الإسلام. لكن نصبر إلى أن يحكم الله، وسيبقى صوتنا عاليا من أجل أن نخدم هذا الشعب العراقي ولأن نخرجه من الظلمات إلى النور إن شاء الله. إن سمحت، يعني أفهم من قولكم أنكم يعني إلى الآن تعتقدون أن العقبات كثيرة بوجه يعني مطالب هذا